من الضحايا ديال هاد ولد الفشوش تعرض لحادثه سير ما حنا ما كنعرفوش واش حادثه سير ولا هذه كانت عمديه لعلم الله. انا عيطوا عليا، انا جيت كنزري ولدي لقيته داو السبيطار ولدي مات. هاد السيد اللي قتل لي ولدي وقتل هذاك الشاب الاخر نهار تقدم للمحكمه جا في كروسه، كاين تواطؤ مع الناس اللي وراو واش يدير وما تعرضش، ما خدات حتى شي عقوبه، ما تحيدت ليه رخصه السياقه. وكيف جرت العاده في حادثه سير مميته في القانون ديال البلاد على انه كيدار تحت الحراسه النظريه وكتحيد منه كتسحب منه الرخصه ديالو ديال السياقه. هاد السيد ما تسحبت منه رخصه السياقه، ما دار تحت الحراسه النظريه، ما كاين حتى شي حكم، القضيه باقا جاريه وحنا ما كاين والو. وانا راه كنطلب هذيك المسطره باش يتعاود، حيت كاين فيها ثغرات. هذيك المسطره بغيتو تعاود فيها النظر، وانا عندي الثقه الكامله في القضاء حيت كاين الناس الصالحين، الناس اللي يدو منقيه اللي غادا تبدا هاد القضيه هادي غادا تبدا من جديد ان شاء الله. واي واحد متورط في هاد القضيه كيف ما كان الشان ديالو، يا كبير شانه يا صغير شانه. هذاك الفيديو ملي شفتو تذكرت هادي 5 سنين ديال ولدي ملي مات. انا كنشوف في ولدي الله يرحمه ويوسع عليه ضاقه القبور، مشى شاب هو اللي عندي ونجح في البوليس في الكتابي والشفوي. عندي وليد واحد وداك السيد غصب لي ولدي، وانا من ذاك العاد وانا كنبكي على ولدي الى حدود الساعه، حيت هذاك السيد كنت عاقب ديك الوقت ما غيموتش هاد بدر. انا عندي الثقه في القضاء، عندي الثقه في القضاء، وكاين الناس الصالحين وكاين الناس يدو من قيه، وانا عندي اليقين غادي ياخذوا لينا حقنا. انا اليوم فرحان، اقسم بالله فرحان، حيت الحق يلاه غيتخدم من جديد، وان شاء الله وباذن الله غادي يبدا تعميق البحث وغادا تبدا المسطره، حيت هذيك المسطره كلها ثغرات. حيت هذاك الرفيق ديال هذاك هاد المتهم ما تشدش الناس، ما تشدوش بجوج، ما تصنتوش لذاك المرافق، كاينين بزاف ديال الثغرات. انا كنطلب باش هاد المسطره تعاود من جديد، حيت هاد المسطره الا تعاود تعمق البحث وبدات من جديد انا غيتشفى لي الغالي، حيت انا عندي جرح ديال 5 سنين وانا مألم على ولدي. كنا كيبان لي عا شي واحد دايز مع ولده قد ولدي تندم كي كنقول علاش انا ما عنديش وليد. غادي تعاود النظر، وقصدنا الناس الشرفاء وخرجنا من عندهم. السيد الوكيل العام الله يجازيه بخير استقبلنا وتعامل معنا بواحد المعامله وحن علينا وقال لنا انا غادي نبدا هادشي من جديد. وداك السيد معروف بالكفاءه ديالو، اليد النظيفه، وانا عندي اليقين هذيك المسطره اي واحد متورط انا رانا غنتابعو، يا كان كبير شانه يا صغير شانه غادي نتابعو باذن الله بقوه القانون. وانا رانا ان شاء الله راه غادي نبقى مع ولدي حتى الاخر، حتى الاخر انفاس ديالي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.